اسمع برضو تعليق الكاتب الصحفي استاذ ياسر رزق. الاول بشكل عام استاذ ياسر برحب بحضرتك، يعني قرايتك بشكل عام لكلام الرئيس النهارده واهم ما توقفت عنده قبل ما ندخل في التفاصيل. تم سياده الرئيس لازاله اي التباس لدى الراي العام. كلام محدد، لن نتخلى عن الاشقاء. سندافع عن الاشقاء في الخليج بالاخص وعن اي دوله عربيه بكل ما اوتينا من قوة إذ تعرضت لأي تهديد أو عدوان. الرئيس قال إذا حاول أحد الاقتراب من أي أحد من الأشقاء. تعلق بالمجال السياسي، الرئيس كان واضح إن إحنا بنسعى لحل سياسي في اليمن يجنبنا جميعا كل الأشقاء العرب أي خسائر لا لزوم لها. يبقى إحنا بنتكلم هنا عن مسار سياسي بجانب مسار الضربات الجوية والتأمين البحري أو العمليات البحرية. نمرة ثلاثة، ان في فرق بين دلوقتي واستسلامات. مصر كانت استجابت لطلب الثورة اليمنية بالتدخل في انقلاب المشير السلال ضد نظام الإمامية في اليمن واللي كان مسانده الشعب اليمني الانقلاب، وتدخلت القوات المسلحة المصرية. الرئيس بيؤكد ان احنا نمرة واحد الوضع مختلف، لان احنا هنا بندافع عن أمن مصري مباشر، أمن وطني مصري غير الأمن القومي العربي في مضيق باب المندب اللي هو مفتاح قناة السويس. يعني لمصلحة مصرية عليا مباشرة، لكن مش لمجرد مساندة أشقاء. نمرة اثنين، إن احنا بنجري حسابات دقيقة وإن احنا لسنا دعاة عدوان، احنا بنبحث عن الأمن والاستقرار والبناء والتعمير، لكن يظل هناك خيار أخير إذا واضح من كلام الرئيس وحسب فهمي لي اذا تعثرت الحلول السياسيه واستمر التهديد للامن المصري واستمر التهديد للاشقاء، فالرئيس هيكمل مشاوراته مع مجلس الدفاع الوطني ومع مجلس الامن القومي ومع مجلس الوزراء. وفي الحاله ديت واضح هذه المشاورات لا تجرى الا في حاله ارسال قوات بريه، لان احنا بالقطع ارسلنا على الاقل وحدات بحريه الى باب المندب، انما عندما يجري مشاورات اخرى فاحنا بنتكلم عن ارسال عناصر من الجيش. بس يا استاذ ياسر، الكلام ده اللي بيقوله الرئيس النهارده جاي في توقيت روسيا متقدمه بقرار في مجلس الامن وبتقول وسميتها كده ايقاف الحرب على اليمن او الحرب في اليمن، فقرايه حضرتك برضو للموقف الروسي. الروس بيتكلموا عن مصالحهم واحنا بنتكلم عن مصالحنا، والبدايه طب ويقول لك اصل في تقارب مصري روسي فبالاساس لازم يكون في تنسيق في كل المواقف السياسيه ولا وفقا لمقتضى الحال؟ حضرتك عن دوله، انت بتتكلمي عن دوله كبرى زي مصر للطلب جاريه بكل الاطراف الدوليه زي ما هي جاريه مع الاطراف العربيه والاطراف الاقليميه المعنيه. بالاضافه للطلبات الداخليه، والرئيس كان كلامه واضح ان احنا بنبحث عن حل سياسي يجنبنا اي خسائر لا لزوم لها، يجنبنا مش مصر بس، يجنبنا ويجنب الاشقاء في اليمن. الاشقاء في اليمن كرر دعوته من جديد الى ان يتحملوا المسؤوليه ويقوا بلادهم اي مخاطر اخرى. بنتكلم عن الامن الوطني المصري المباشر في باب المندب، مصر لن تسمح بوقوع المندب تحت سيطره الايرانيين. لن تنقل، لن تضع رقبتها ورقبه قناه السويس في ايدي ايرانيين. لكن كلام الرئيس النهارده مساله واضحه تماما، بالاضافه الى موقف فقط الامن المصري مباشر، موقفها من الدفاع عن الاشقاء ومصالحهم من الخطر على الحدود الجنوبيه للسعوديه. عشان كده انا بتكلم برضو واخد راي حضرتك، كلمه الرئيس النهارده وكلامه هو موجه للمصريين فقط ولا رساله برضو لاطراف يعني اقليميه ودوليه لما يقول لك احنا امه في خطر بتدافع عن نفسها؟ للمصريين والاشقاء. الاشقاء العرب. المصريين والاشقاء، هو مش محتاج انه يوجه نداء عشان يخاطب زعماء دول العالم في اتصالات اخرى، هو بيخاطب الراي العام العربي والراي العام المصري. الخطاب مع المسؤولين في الدول الشقيقه بيتم عبر الوسائل على مستوى القياده العليا، وسائل الاتصال، وفي وسائل وقنوات كثيره جدا. الاتصال المباشر والاتصال عن طريق الدبلوماسي، وكان موجود عندنا رئيس الاركان المصري لحد النهارده كان موجود في السعوديه مع رؤساء اركان العرب. وعاد قبل اجتماع المجلس الاعلى للقوات المسلحه وحضر النهارده زي ما احنا شايفين في الصور وفي المشاهد. مع الراي العام المصري بيخاطب كل القطاعات، بيخاطب الشعب المصري بشكل عام، مع القوى الدوليه والمسؤولين في قنوات مستمره ومتاحه مش محتاجه انه يكلمهم عبر شاشات. الرساله موجهه للراي العام المصري والعربي.
شكرا جزيلا الكاتب الصحفي أستاذ ياسر رزق، شكرا لحضرتك على وجودك معنا وعلى القراءة السياسية لكلام الرئيس النهاردة، كلام مهم للشعب المصري زي ما